الحمل عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو مكتب المجلس يعني مساعد الرئيس مكلفة بالإدارة والمالية يعني مراقبة ميزانية المجلس. مدام هلال حامي، حابين نسألوك معناتها توا معناتها فما برشا حكايات على زيادة الأجور. السؤال الأول، هل منح نواب المجلس التأسيسي لأنفسهم زيادة ب 50%؟ والله في الحقيقة أنا بدي نتفاجئ بهذه المعلومة، ما طرحتش لا على المكتب لا على مستوى الكتل بجميع شرائحها ولا حتى في الجلسة العامة الخاصة بالميزانية، لم يطرح هذا أبدا ولا صارت عليه مصادقة ولا حتى ناقشناه ولا حتى قدمناه كمقترح. احنا خطر فما في بالك ان سمعنا تعديت على الريزو سوسيو على الفيسبوك انه وقعت معناتها حكايه في ماضي ساعه نتاع اي فصل انه ولا فيه معناتها اصبح الان لرئيس المجلس التاسيسي صلاحيات ضبط رواتب ومنح النواب. هل معناتها واضح ايش صار معناتها في الفصل هذاك بالضبط؟ واضح بالنسبه لماضي ساعه نتاع الليل، احنا معناتها قعدنا نخدم ويلزمنا يعني مربوطين برزنامه حددناها في المكتب انه قانون الماليه يعني الساعه يلزم يتصادق عليه قبل 31 لكانش اجور الناس والتواصل نتاع الدوله باش يتعطل ويتعرقل وهذا مش معقول، وبالتالي معناتها الناس ضحات وقعدت الماضي ساعه نتاع الليل. بالنسبه معناتها لاضافه الفصل، كان معناتها مقترح اضافه فصل اجرائي بحت، اجرائي يخول للسيد الرئيس كيف قال الرفع ولا المراجعه، كيف قال المراجعه قد تكون بالمبلغ هو بيده وقد تكون بالنقص وقد تكون بالاضافه، قد تكون راهي مش كانت. ولما تحط الفصل ما كانتش حتى النيه، حتى اللي اقترحوه لم تكن نيه اضافه الفصل باش نضيفونا في المنحه. ما نقولش السيد رئيس بوليتيك لا نخضع للاجر بل نخضع للمنحه، يعني لا ما كانتش راهي يعني راجعوه الفصل. انا يعني توا ماهوش قدامي مكتوب خاطر مشى للجنه باش تنظف معناتها القانون وتخرجونا، ولكن على ما اذكر اني سمعت وانا من الناس اللي كملت يعني الاخر كان مجرد فصل اجرائي، والفصل هذايا يعطي الصلاحيه لرئيس المجلس خاطر لقينا روحنا قدام نظام داخلي لم نصوت عليه كقانون، لقينا روحنا قدام برشا تعرقيل مش حتى على مستوى النواب حتى على مستوى موظفو الاداره. لكن هل هناك تعارض مع الدستور الصغير اللي نورمالمون يخول لرئيس الحكومه هذه الصلاحيه؟ والله انت كي تقولي نرجع للدستور الصغير ويخول للحكومه هذه الصلاحيه ما نقولكش لا، ولكن راهو ما يتعاضش معاه في اطار القرارات اللي باش ياخذها معناتها داخل المجلس وتكون عنده معناتها الصلاحيه الاداريه البحته. توا معناتها في الاخر، هل يمكن ان يمنح رئيس المجلس التاسيسي من هنا فصاعدا زياده او تغيير منح النواب من الاخر بالمستحيل زياده ومن الاخر، ونتحمل مسؤولية كلامي من موقعي عضو في ميزانية المجلس وعضو في المسائل معناتها اللي حدت المنح والأجور حتى الموظفين راهو مش النواب، يعني كإدارة مجلس ككل نواب وموظفين. بالعكس اللي ساعين وتوالي مركزين عليه هو أجرة الموظف مش النائب. النائب أخذ مستحقاته وكلينا على روسنا حتى شبعنا مع المستحقات، فمعناتها ما عناش حتى النية، وحتى النائب بيده لا طلبها ولا طرحها ولا من مصلحته يطرحها. يعني فصل إجرائي خولنا معناتها باش نقصوا برشا مشاكل إجرائية قاعدة تصير، فقط يعني نقطة باش نوقفوا بها طيار متاع إجراءات قاعدة تمشي على خاطر ما عندناش استقلالية مالية وإدارية وما عندناش قانون، معناتها النظام الداخلي ماهوش قانون، لقينا روحنا يعني منساقين في حاجة باش نوقفوا طيار، مش فقط توقيف الطيار حاجة والنوايا المبيتة متاع الزيادة حاجة أخرى. والميزانية سيدتي اللي صادقنا عليها واللي تصادق عليها المجلس، يعني صادق عليها مجلس التأسيسي، فيها الأجر المنحة عفوا مش أجر المنحة متاع النائب التي خصصت ودرست وصادقنا عليها. كيفاش توا باش نعاودوا ولا نعاودوا نعملوا اعتمادات ونعاودوا نطلبوا زيادة؟ بالمستحيل. المشاكل اللي تنحات وقت اللي عملتوا الفصل هذا دخلتوه في الميزانية قانون الميزانية، ممكن على المستوى القضائي هل منا ومنا قاعدين ها وش نفسر لك؟ فما ناس حتى الصفة ما عندهمش تمشي للمحكمة الإدارية،
ثم معناتها الطالب لك باسم الشفافية وباسم أموال الملك العام وباسم باسم ناهيك أنهم الناس هذوما معناتها الناس يعني مثقفة وتعرف معناتها منحة نائب وتعرف شنو معناتها بعد الثورة أشغال نائب وأنا نتصورهم متابعين وما شاء الله عليهم ما نجمش نشكك في قدراتهم الفكرية والطرح الاجتماعي اللي هما فيه. به لما قدموا هالقضايا هذية رجعت الإدارة متاع المجلس بين قوسين نقول لك ان بما ان نفتقر للاستقلاليه الماليه والاداريه بالتالي معناتها حتى المحامي ما نجموش احنا نحطوه فالاداره تبعث ثم املاك الدوله هي اللي تختار المحامي اذا كان معناتها باش تكمل القضيه فنجد انفسنا قدام معناتها كل واحد منا ومنا معناتها قاعد ينادي بالطرح اللي راه وبالواحد اللي راه يعني تشكيك في المجلس تشكيك في سيرورة الدولة تشكيك في الشرعية يعني من وراء هذا كل قلنا لإيقاف الطيار خرجنا قانون لماذا؟ لأن وقت يولي قانون ما عادش نجم تطلع في المحكمة الدستورية قانون تطعن في القانون حتى يصير مجلس الدستوري تنجم تطعن في قوانين ولا دستوريتهم ولا غيره ولكن يعني المحكمة الإدارية تقف في القرارات وذلك على اعتناه الطابع القانوني حتى هالطيار نوقفوه على خطر اللي قاعد يصير فعلا مهزلة.